صوت الأمة، الأهرام، أخبار اليوم، كل صحف النهاردة بتتكلم على تدخل السيد الرئيس في موضوع جزيرة أمون. جزيرة أمون دي جزيرة في نهر النيل عند أسوان، محمية طبيعية كده جميلة، مساحتها 1,000,000 متر مربع. المليون متر مربع دول جاء مستثمر ليبي وقال يا جماعة أخد الحتة ديت ب1.5 مليار جنيه، يعني 1,500 مليون جنيه. لكن وزيرين في الحكومة عندهم شركة خاصة خدوا الأرض ديت المتر ب80 جنيه، فبقت كل الأرض دي ب80 مليون جنيه. يعني المستثمر الليبي كان جاي ياخدها بمليار يعني 1,500 مليون، الناس بتوعنا النافذين الواصلين هياخدوها ب80 مليون. يبقى الدولة خسرت 1,420 مليون جنيه في صفقة واحدة. حتى 80 مليون ما ندفعوش، ندفع منهم 4 مليون تمن شقة في الزمالك أو جاردن سيتي، 4 مليون فقط اللي ندفعه. يعني كنت هتاخد 1500 مليون من المستثمر الليبي، أخدتهم 4 مليون بس من الناس ذوي النفوذ في مصر. الكلام ده زهق أي حد يعرف هذا الموضوع، وده موضوع يزهق لأقصى درجة، إنك تخسر في لعبة واحدة لمجرد ناس عندهم نفوذ فيهم وزيرين في الحكومة، تخسر 1,490 مليون جنيه في عقد واحد. فلوس البلد بتترمي على الأرض. ولحسن الحظ أن مجلس الشعب ناقش هذا الموضوع بقوة بعد ما أثارت الصحافة هذا الأمر، وسيادة الرئيس تدخل بإلغاء كل العقود اللي موجودة، وبالتالي كل العقود اللي أبرمها الوزيرين اللي في الحكومة وشركتهم مع جزيرة أمون اللي اشتروها بتمن شقة وخسروا مصر فيها 1,500 مليون جنيه، كأن هذه العقود لم تكن. جديد قناة دريم، برنامج خط أحمر، تقديم الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ سليمان جودة. الأستاذ سليمان جودة عرفه قراءنا من خلال صحيفة الوفد، هو نائب رئيس تحرير صحيفة الوفد، وعرفه قراء آخرين من خلال عموده اليومي المتميز في صحيفة المصري يوم، أو من خلال إطلالته المستمرة مع الأستاذة دينا عبد الرحمن في برنامج صباح دريم أسبوعيا. ولكن بدءا من هذا الأسبوع الأستاذ سليمان جودة ينضم إلى أسرة مقدمي البرامج في قناة دريم. معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ سليمان جودة. مساء الخير يا فندم. أهلا، مساء الخير. إزاي حضرتك، عامل إيه؟ الحمد لله تمام. أشرفنا صديقا وزميلا. أولا عايز أهنئك على نجاح الطبعة الأولى. ربنا يخليك يا رب. لأنه هذا البرنامج يعني بيضيف نجاح إلى نجاح كل يوم، وبيحقق معادلة صعبة وهي ليس فقط النجاح وإنما الحفاظ على النجاح. الحمد لله، ربنا يخليك يا أستاذ. هذه تهنئة خاصة لك ولأسرة البرنامج. شكرا يا فندم. كلمنا بقى عن برنامج خط أحمر، وهيبدأ إمتى، ويا ترى مساره إزاي، وشخصية البرنامج إيه؟ والله يعني أولا إذا حبيت أتكلم عن خط أحمر كبرنامج هيبدأ إن شاء الله على قناة دريم ابتداء من بعد بكرة 7:30 مساء، فلا بد أن أقول أن الفكرة في البرنامج تعود إلى الدكتور أحمد زهجت صاحب قنوات دريم، وهو في الحقيقة صاحب الفكرة، ولذلك عندما أشكره فإنما أرد الفضل إلى صاحبه. تمام. والبرنامج يبدأ أنت يا أستاذ سليمان بعد بكرة، يعني يوم الاثنين إن شاء الله؟ كل يوم اثنين الساعة 7:30 مساء إن شاء الله. تمام. شخصية البرنامج وضيوفك يا أستاذ سليمان. شخصية البرنامج والضيوف، أولا يعني هناك تساؤل لماذا خط أحمر كعنوان البرنامج. لابد أن أقول أننا بكتب تحت عنوان خط أحمر في الوفد ابتداء من عام 2001 إلى الآن، يعني على مدى 9 سنوات، ثم في المصري اليوم ابتداء من 2004 حتى الآن، يعني على مدى 6 سنوات. فبالتالي عندما ينتقل الكلام من صفحات الجرائد إلى الشاشة، فالأولى أن أخاطب السادة المشاهدين من تحت نفس العنوان خط أحمر. عظيم. أما المضمون فهو الفكرة فيه أن أحاول في كل حلقة من خلال حوار مع شخصية سياسية أن أضع خطا، ليس فقط خط وإنما خط أحمر
تحت عناوين وتحت أشياء وتحت شخصيات وتحت مواقف في حياتنا السياسية على وجه خاص. فالفكرة في البرنامج هي الحوار ثم الحوار ثم الحوار، والإعلاء من قيمة الحوار في حياتنا السياسية، وخصوصا أن احنا مقبلين على حدثين سياسيين مهمين في هذا العام: انتخابات مجلس الشعب في آخر 2010 ثم انتخابات الرئاسة في آخر 2011، ومحتاجين أن احنا ندير حول هذين الحدثين السياسيين المهمين حوارا أسبوعا بعد أسبوع، حتى يمكن أن نحولهما إلى حدثين ذات عائد إيجابي في حياتنا بوجه عام. الحلقات الأولى من البرنامج للضيوف والقضايا والله المسلمة. أنا يعني يمكن بدأت الحلقة الأولى اللي هي إن شاء الله بعد بكرة مع السيد عمرو موسى، والحلقة الثانية أيضا مع السيد عمرو موسى، ربما لأن عمرو موسى له مكانة مميزة في لدى الشارع المصري، له مكانة أيضا في قلب وعقل المشاهد التلفزيون، فهو في هذه المرة بيتكلم أو بيستعرض مشوار حياته ابتداء من الطفولة ومرورا بالشباب ثم تعيينه سفيرا فوزيرا فأمينا عاما للجامعة العربية. وإزاي حضرتك أقنعت السيد عمرو موسى بالظهور، لأن برامج كتير جدا طلبته وما قدرتش تصل إلى حوار مع السيد عمرو موسى؟ والله ربما لأنه هذه هي الحلقة الأولى في البرنامج، وده بيبقى بطبيعة مغري لأي ضيف. نمرة اثنين أنه هناك نوع من الود القائم بيني من ناحية وبين السيد عمرو موسى من ناحية أخرى، وبالتالي لما فتحته في هذا الموضوع لم يتردد ووافق على الفور، بل بالعكس قال أنه هو بكل سرور يحب أن يظهر في برنامج من هذه النوعية أو برنامج تحت هذا العنوان خط أحمر، أو ومشكورا طبعا أضاف أنه إذا كنت أنا اللي هقدم البرنامج فهو ده يبقى سبب إضافي إلى أنه يوافق ويطلع في الحلقة الأولى والثانية من خط أحمر الاثنين الجاي والاثنين اللي بعديه. إن شاء الله لك كل الأمنيات بالتوفيق، وتشرفنا في أسرة قناة دريم، وأدعو السادة المشاهدين ينتظروا الكاتب الكبير أستاذ سليمان جودة مع الأمين العام السيد عمرو موسى يوم الاثنين، وكل يوم اثنين الساعة 7:30 في البرنامج الجديد على قناة دريم خط أحمر.